سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. أسعد الله أوقاتكم، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في. حلقة اليوم تتعلق بشخصية تاريخية مثيرة للجدل وأثارت الكثير من من النقاشات في تاريخ المغرب. يتعلق الأمر ببوحمارة أو بوحمالة أو بوتوغليت، وهو المعروف بالجلالي بن عبد السلام بن دريس الزرهوني اللي لقبوه تم تلقبه بالروغي، وهو من قبيلة ولاد يوسف زرهون، به أمازيغي معلم، لكن المصادر اختلفت في الولادة ديالته. تترجح ما بين 1862 و 1866 درس في شرق المغرب وكذلك بالجزائر على يد مجموعة من الشيوخ، ثم انتقل إلى فاس لمجالسة الفقهاء، واشتغل، وأركز على هذه الكلمة، واشتغل ككاتب بالديوان الأميري قبل مغادرته المغرب. وقد اختلفت في تسميته بين بوحمارة وبوحمالة. في التعريف المخزني لبوحمارة، هو فقيه وضيع يركب الحمارة، وهي الدابة الأقل ثمنا لشخص تافه لا قيمة له. أما في الثقافة الشعبية عرف بالمرادف الأمازيغي للكلمة بو تغيوليت، وهو شخص أسطوري يركب الحمارة ويخيف الأطفال ويسحر الكبار ويستخدم الجن ليحتل مكانة أسطورية. في تعريف أصحابه أصحاب بوحمالة والمشايعين له، بوحمالة أي صاحب الحمالة، وهي حزام من البارود كانت يضعه المغاربة كدلالة على الشجاعة وعلى أنه مجاهد. ومهما كان اللقب، كيف ما يكون هذا اللقب، فإن الجلالي الزرهوني بدخوله في صراع مع السلطان المولى عبد العزيز على أنه ابن محمد ابن الحسن الأول، رغم انطلاقه من الطبقة الدنيا، خلق لنفسه شهرة واسعة، بل وأزعج المخزن كثيرا ونافسهم على السلطة. جاءت ثورة بوحمارة، جاءت ثورة ديال بوحمارة على الصراع على العرش المستمر، لأنه هذا الرجل يعرف دار المخزن بشكل جيد، وبما أن هذا الروغي كلقب كان يعرف أن النزاع إذا خرج عن العائلة الحاكمة أصبح نزاعا في شرعيتها، لذا ادعى لنفسه أنه هو السلطان محمد ابن السلطان الحسن الأول، ليبقى الصراع عائليا وليستغل كذلك الصراع الدائر بين على ما كان واقعا من ضغوطات الاستعمارية والدبلوماسية والعسكرية في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. وفق الوثائق العزيزية ديال المولى عبد العزيز، وضع الجلالي الزرهوني طريقة صوفية لنفسه سماها بالطريقة النورانية، وهذه الطريقة هي في الأصل مستمدة من الطريقة الشاذلية، وتتضمن دعوة الناس إلى التوجه نحو طاعة الشيخ، والشروط التي ينبغي توفرها في الخليفة يتبعونه أنه يجب أن يكون متمكنا من من الأصول الدينية والشرعية. وركز دعوته على انتقاد السلطان الصغير المولى عبد العزيز الذي لا يتجاوز سنه 14 عاما، واعتبره فاسدا أخلاقيا وغير شرعي، استغله الحاجب بوحمد أي أحمد بن موسى، و الخبير
او المدرب العسكري ماكلين لتولي شؤون حكم دولة مغربية في بداية القرن العشرين. هذا هو بوحماراي، يعني رجل متمرد يعرف شكلت ثورته في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أحد أبرز الثورات التي شهدها المغرب المعاصر، وهي يعني ثورة قادها جلال بن عبد السلام الزرهوني الذي أطلقت عليه مجموعة من الألقاب، لقب بوحمارة والروقي. تختلف هذه الروايات حول العام الذي رأى فيه بوحمارة يعني الميلاد دياله، ولكن أغلب المؤرخين المغاربة أن الولادة البيولوجية لجلال الزرهوني كانت نهاية العقد السادس من القرن التاسع عشر، أي ما بين سنة 1865 و1868 في منطقة ولاد يوسف بجبل دري الزرهون بأحواز مدينة فاس. علاش الروقي وعلاش بوحمارة؟ لافت في سيرة جلال بن عبد السلام الزرهوني أنه اشتهر بلقبي جوج الألقاب الروقي وبوحمارة. تقول الكتابات التاريخية أن أول من وصف بهذا النعت يعني الروقي هو الجلالي السفياني الذي سار في منطقة الغرب أيام السلطان محمد بن عبد الرحمن يعني في القرن التاسع عشر، وافتتنت العامة بهذا الروقي ونسبوا له الخوارق والكرامات دون استناد إلى دليل شرعي. وفي الوقت يعني الذي أصبح بوحمارة صاحب دعوة سياسية ودينية، فإن المغاربة أو أن المخزن أطلق عليه لقب الروقي. هذا الرجل زاوج بين التعليم الديني والعلوم الحديثة، رغم أنه لم يكمل دراسته للهندسة، فقد كان من بين أفراد طلبة المهندسين الذين خضعوا لتكوين عسكري من قبل القبطان توماس الذي كان يدرب الجيش المغربي، وهو أحد الضباط البعثة العسكرية الفرنسية بتدريب جيش السلطان الحسن الأول، لكنه لم يستمر يعني بوحمارة في هذا التكوين. في مقابل ذلك، ما يفسر اقتناع الكثيرين من سكان شرق المغرب بأفكاره وثورته على السلطان في فاس هو معرفته الكبيرة والضريعة بأمور الدين والشرع، إلى جانب إلمامه بعلوم التنجيم والتوقيت والحساب التي كانت تدرس للطلبة المهندسين آنذاك. يسرد المؤرخ المغربي محمد الصغير الخلوفي في كتابه القيم المغرب الشرقي والريف من سنة 1900 إلى 1990، يعني فترة حرجة من تاريخ المغرب، وهي الفترة ديال المولى عبد العزيز قبل أن تنتقل السلطة إلى يد المولى عبد الحفيظ، تفاصيل كثيرة عن شخصية الزرهوني، لكنه يجملها في عبارة واحدة، وهي أن بوحمارة يمثل المعارض السياسي التقليدي الذي استعمل طرائق مستوحاة من تاريخ المغرب لأجل الاستيلاء على السلطة في البلاد، بمعنى أن النزاع كان نزاعا على السلطة وكان نزاعا سياسيا محضا، فقد تم إدخال الدين يعني كغطاء لهذه الثورة. بداية المسار ديال الثورة ديال بوحمارة، اشتغل بوحمارة في عدد من المهن قبل أن يدخل السجن لمدة سنتين على خلفية تزوير توقيعات لأحد قيادي مدينة فاس. زاول مهنا يعني مرتبطة بدار المخزن، منها عون القائد، ثم كاتبا، أو أركز على هذه الكلمة، كاتبا لخليفة السلطان أبي حفص. بعد خروجه من السجن توجه إلى الجزائر
التي ظل فيها لسنوات قبل أن يعود إلى شرق المغرب في نهاية القرن التاسع عشر، وتحديدا إلى مدينة وجدة، وهو اختيار لأنه يعرف الضغوطات الاستعمارية على هذه المنطقة وبداية التوغل الاستعماري والإمبريالي للمغرب، وكذلك ما وقع في اتفاقية اللامغنية والحروب التي أتت من الشرق والتي خلفت للمغرب يعني جرحا كبيرا على مستوى الخريطة السياسية للمغرب. لم يقدم السيد الزرهوني نفسه في صورة التقي الورع فقط، بل تجاوز ذلك ليدعي بأنه أولى بالحكم من سلطان فاس، وأنه الابن الأكبر للسلطان الراحل الحسن الأول لإضفاء الشرعية على ثورته، يقول المؤرخ إبراهيم كريدية. استمرت ثورته يعني ثورة بوحمارة إلى سنة 1990، وهي يعني بالمقارنة مدة طويلة أمام ما يعيشه المغرب في تلك الفترة، وهي من تاريخ انهزام جيشه أمام السلطان عبد الحفيظ مدعوما بفرنسا. وتذكر كتب التاريخ في المغرب أنه أطلق عليه الرصاص بطريقة صدمت الأوروبيين، وسلخ جلده ورميت جثته إلى الوحوش. أمر آخر يمكن أن نتحدث عنه أن هناك مجموعة من المراحل في ثورة بوحمارة، يعني مرحلة 1902-1904، وهذه المرحلة سجلت انتصارات كبيرة لبوحمارة، أبرزها انتصاره في قعدة الرواتب، واتجه نحو الشرق عوض فاس لإصابته في أحد المعارك وفق الرواية الرسمية، وانتهت بالانسحاب ولد أبو عمامة من صفوف جيش الزرهوني والانضمام إلى الجيش العزيزي الذي دخل تازة بطريقة وحشية جعلت العديدين يتخلون عن دعمه بصفة نهائية. ثم مرحلة 1905-1908 قسم خلالها الزرهوني جيشه إلى ثلاثة فرق، وهذا نوع من الذكاء الحربي الذي كان يمتلكه جلال الزرهوني. إلى ثلاثة فرق وجهت جيشا أكثر تنظيما، واحتل الفرنسيون كل المناطق الخارجة عن سيطرة الزرهوني، خاصة باحتلال وجدة سنة 1907، فكان رد فعله عنيفا في معركة كبدانة. هذه المرحلة يعني اتسمت بنوع من العنف. ثم مرحلة ثالثة في محاولة بسيطية 1908-1909 بعد مغادرة بوحمارة لمنطقة سلوان التي احتلها الإسبان. يعني كيف ما كتلاحظوا المناطق التي يغادرها بوحمارة يحتلها إما الجيش الفرنسي أو يحتلها الجيش الإسباني. إذا احتلال سلوان من طرف الإسبان وهو في طريقه إلى مقر يعني إقامته بتازة، لتنطلق حركة الجهاد في الريف بزعامة شريف محمد أمزيان بعد تفويت استغلال منجم الحديد للإسبان للتمكن من مواجهة التمردات في الوسط والجنوب. إشن هو موقف الفقهاء والعامة من ثورة بوحمارة؟ موقف الفقهاء اعتبروه فتانا وغريبا عن الأسرة الحاكمة، وخصصت مكافأة لمن ليشدوا ولا ليقبض عليه، خاصة الرسميين منهم بعد اجتماعهم بالقرويين ودعمهم لفريق آخر في فاس. أما فقهاء الشمال الشرقي فقد دعموه. كيبقى لنا نعرف موقف العامة.
تبين للعامة أن أبو حمارة لم يحقق الأهداف التي قامت عليها حركته، وهي بالأساس محاربة المنكر والقضاء على التواجد الأجنبي، فبدأت شعبيته تتراجع خاصة بعد تفويت استغلال منجم الحديد للإسبان وظهور الجهاد بزعامة شريف أمزيان، فضاع المغاربة بين دعوات التجديد والتقليد. نهاية، أشنا هي النهاية؟ النهاية ديال ثورة بوحمارة وظهور حركات جديدة. حاول بوحمارة احتلال مدينة فاس، لكن دخوله تزامن مع وصول جيش عبد الحفيظ تحت راية الجهاد بفرق من المدفعية، سهلت القبض على الزرهوني في 21 غشت 1909، ووضع في قفص، يعني وهنا نوع من يعني أن المولى عبد الحفيظ أمام الضغوطات التي كانت تمارس عليه استغل هذه ثورة الزرهوني ليظهر بمظهر أنه الذي يمكن أن يقوم بتحرير المغرب، ولكن الأمور ستنقلب بعد سنة 1912 بعد توقيعه على معاهدة الحماية في 30 مارس 1912. حكاية أنه وضع الزرهوني في قفص وعرض للعموم في الساحة الكبرى بفاس، أما مقربيه فقد قطعت أيديهم وعلقت رؤوسهم بالساحة. حاول يعني أمر هذا يمكن أن نرى فيه أن يعني المخزن أراد أن يبرز لكل من حاول أن يتعدى هذا الأمر أنه يمكن أن يتعرض لعقوبة شديدة جدا. بالموازاة مع هذا ظهرت يعني مجموعة من الحركات التي باتت يعني تهدد كيان المخزن، خاصة في عهد السلطان المولى عبد الحفيظ، تزعمها يعني بالإضافة إلى ثورة بحمارة. ظهر يعني رجل جديد يسمى بحمارة جديد، وحركة أحمد الهيبة التي حاربت المستعمر بالجنوب، ثم حركة محمد الحجامي في ماي 1912، ثم حركة المدني تحت اسم بوحمارة الثالث وسيدرحو بجبالة، الأمر الذي دفع السلطان عبد الحفيظ لطلب الاستعانة بالفرنسيين لضمان إخضاع البلاد باسم السلطان الشرعي، لتبدأ التحضيرات والفعلية لتوقيع معاهدة الحماية. وعموما رغم تركيزه يعني على شرعية الحكم، فإن نجاح ثورة بوحمارة ارتبط بالأساس بانتقاده لأساليب ممارسة الحكم ونتائجها وطرق إنعاشها. كان معكم عبد الله، إلى لقاء متجدد بحول الله. لا تنسوا دعم القناة ولا تنسوا دعم هذا المحتوى. كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.